أثار اتفاق أبرمته موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي لمحاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية جدلا محليا واسعا. وبمقتضى الاتفاق الذي أبرم الأسبوع الماضي، سيقدم الاتحاد الأوروبي 200 مليون يورو مساعدات لموريتانيا كجزء من مجموعة اتفاقات سيعقدها التكتل مع السلطات الموريتانية متعلقة بعدة ملفات أبرزها الهجرة. وأثار هذا الاتفاق رفضا واسعا، حيث شكك مراقبون في نوايا الاتحاد الأوروبي وفي أهداف هذا الاتفاق، بينما وصفه آخرون بالخيانة العظمى للشعب الموريتاني، وقال إنه مجرد صفقة لتوطين أولئك المهاجرين مقابل مساعدات مالية. بينما ذهب ناشطون لأبعد من ذلك حين دعوا صناع القرار إلى إلغاء الاتفاق، لأنه ينطوي على خطر كبير إذا قبلت به نواكشوط بتوطين أولئك المهاجرين، وقالوا إن أوروبا تتطلع إلى أن تلعب موريتانيا دورا في حراسة حدودها من المهاجرين، محذرين من أن بعض المناطق التي ينتشر فيها مهاجرون أصبحت غير مأهولة للسكن اجتماعيا وأمنيا بسبب انتشار السرقة والمخدرات فيها. في المقابل نفى وكيل وزارة الداخلية الموريتاني أن تكون بلاده قد وقعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستضافة موريتانيا للمهاجرين المرحلين من أوروبا. الحديث عن كل هذه التطورات سيكون معي بعد قليل ضيفي من العاصمة الموريتانية، بالفعل هو جاهز الآن، السيد إسماعيل الشيخ المتخصص في الشؤون الإفريقية. سيد إسماعيل، تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث. إذن نسأل عن حقيقة الأنباء التي تتحدث عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين في موريتانيا. اهلا بك سيدي وشكرا على الاستضافه. الواقع انه موريتانيا هي شريك للاتحاد الاوروبي بحكم موقعها الجغرافي وبحكم ايضا انتمائها لمجموعه 5+5 اللي هي ضفتي المتوسط، وبطبيعه الحال بحكم التقارب الكبير جدا والجغرافي بين الارخبيل كناريا التابع لمملكه اسبانيا والواقع تقريبا في المياه الاقليميه الموريتانيه وعلى الاقل الصحراويه. وبالتالي فأعتقد أنه 20,000 إنسان التي وصلت بشكل غير منظم إلى أرخبيل كناريا في نهاية 2023 دقت ناقوس الخطر بالنسبة للغرب الأوروبي، لأنه أوروبا تعاني أصلا في ضفة المتوسط الشمالية، لكن غربها الأطلسي أيضا يعاني من هذه الظاهرة، وهي ظاهرة معقدة بطبيعة الحال ومركبة، وترتبط أساسا بالاختلاف في مستويات الحيوات على ضفة على بين الجنوب والشمال. بكل تأكيد موريتانيا يعني قبلت هذا الأمر وسيعرض على البرلمان، لكن قبلت بهذا الأمر أي التوطين تمتلك السيادة والتفاصيل أساسا هي الوقاية من الهجرة قبل أن يبلغ السيل الزبا، قبل أن يموت. طيب الناس في توطين أو لا أستاذ إسماعيل؟ هل هناك معلومات عن موضوع التوطين؟ هل سيتم توطين المهاجرين في موريتانيا نعم أم لا برأيك؟ هنالك شيء من ذلك يتعلق أساسا باستقبال المطرودين بين مستوشتين من أوروبا، وكذلك الوقاية أصلا من إلى متى استقبال إلى متى الزوارق الموت إلى الأبد استقبال إلى متى؟ وهل قانونية هذا الطلب من الاتحاد الأوروبي في بادئ الأمر؟ هو الاتحاد الأوروبي يريد من يتولى من يستقبل من يخرجهم هو بقوة القانون، وفي هذه الحالة فالمسؤولية لا تقع على موريتانيا كدولة معبر في العودة أو في رحلة الذهاب أو في رحلة الإياب. بطبيعة الحال العائدون من أوروبا لن يبقوا في موريتانيا إلا لفترة معالجة أوراقهم في أوروبا، والقادمون من إفريقيا المارون عبر موريتانيا ستتقوى البحرية الموريتانية وقوات الأمن الموريتانية بالمال الأوروبي للحد من هذا الموت القادم من الجنوب. طيب بطبيعة الحال الجانبان رابحان في هذه الصفقة. ماذا عن الشعب الموريتاني؟ يعني كيف يعني استقبل الموريتانيون هذا النبأ؟ حتى الآن الاتفاق وحجم الاتفاق هو مقبول، لأنه حدث شيء من هذا في مع بعض الدول المتوسطية في جنوب المتوسط،
وكذلك ايضا حتى في الجانب الغربي من 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 ضفه المتوسط، لطالما ظلت مشكله اللاجئين واستقبالهم وترك الحبل لهم على الغارب حتى يعبروا الى شمال الكره الارضيه، لطالما ظل هذا جدلا للابتزاز والابتزاز المضاد حتى داخل المجتمع الاوروبي، لان ايطاليا تلعب دور الضحيه وتعتبر ان الخساره الرخوه لافريقيا التي هي ليبيا والتي تم تفتيتها بفعل بعض الشركاء في الناتو وفي الغرب. طيب اليوم البعض في موريتانيا يشكو من مناطق غير آمنة لدخولها أو المرور بها، كيف تطمئن الحكومة شعبها باختصار لو سمحت في 30 ثانية؟ أنا أعتقد أن الموريتانيين هم على صواب، لأنهم ليسوا بدعا من الضفة الجنوبية، من الدول الواقعة على الضفة الجنوبية المتوسطة. كل الشكر لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي ضيفي من موريتانيا إسماعيل الشيخ المتخصص في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك.